أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة مع رشا أبو الحسن. زي ما تعودنا معاكم إن احنا كل حلقة بنناقش قضية مهمة تخص من أهم قضايا المجتمع اللي بتخص الشارع المصري. النهاردة معانا موضوع أعتقد إن هو النهاردة يعني محور اهتمام كل الناس من اسكندرية لأسوان. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هيكون برلمان النواب 2021. يسعدنا ويشرفنا ان احنا النهارده معانا كوكبه من المع الشخصيات اللي انا نفسي بجد مبسوطه جدا 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 ان احنا قدرنا نجمعهم معانا النهارده في البرنامج. معانا اللواء احمد ونيس، اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. الباحث في العلوم الانسانيه والاجتماعيه ونائب رئيس حزب الغد، اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. معانا دكتور سمير عبد الرازق، امين عام شعبه المبدعين العرب والاتحاد العام للمنتجين العرب جامعه الدول العربيه، اهلا يا فندم. معانا الأستاذ الدكتور محمد صالح الإمام، مستشار وزارة التعليم سابقا والأمين العام لحزب أبناء مصر محافظة الدقهلية، أهلا يا فندم بحضرتك. أهلا وسهلا. معانا أستاذ محمد فؤاد، نائب رئيس حزب الوفد لمركز مشتول محافظة الشرقية، شرفنا، أهلا بكم. هنبدأ النهاردة الحلقة هنسأل سيادة اللواء أحمد ونيس، ايه هي يا فندم الشروط والمعايير والمواصفات اللي يعني حضرتك شايفها ان هي المفروض تكون متوفره في المرشح يعني برلمان النواب القادم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحيه والتقدير لحضرتك وبرنامجك الجميل وقناه الصحه والجمال اللي بيعتمد على المعرفه اكثر من التوك شو، وده يهم المواطن لان احنا في مرحله كبيره، مرحله حرجه، وهي تنفيذ الاستحقاق الثاني وهو مجلس النواب 2021. بالتوفيق لكل من تقدمه، وبالتوفيق بإذن الله للشعب المصري أن يختار البرلمان بتاعه من أفضل العناصر. اللي أنا بقول لما تيجي تختار كناخب هختار منتخب، الراجل ده له شروط وقواعد منصوص عليها القانون، السن 25 سنة، انه حاصل جنسية مصرية، ان معاه شهادة تجنيد، ادى الخدمة العسكرية، حسن السرير والسلوك، ما لهوش قضايا. ده اجراء قانوني بيتم في اللجنة العليا للانتخابات. ولكن انا هنظر للناخب ازاي؟ بنظر له اولا هل سيحقق اطماح القادمة في التشريع ان شاء الله، هل هو لديه القدرة على معرفة مشاكل الدايرة اللي موجوده، لان احنا عندنا في نوعين، في نائب جمهوريه ونائب دايره. نائب الجمهوريه اللي هو داخل القايمه، ونائب الدايره اللي هو بيبقى على الدايره بتاعتي، سواء مثلا بنقول عليها عجوزه بدقي ومثلا والجيزه دي اسمها دايره، بولاء وهكذا. فانت ما بتيجي تختار لابد ان تختار في مواصفات الراجل اللي قدامك هيمثلك في التمثيل، اللي هو هيشرع لك قوانين وهيصدق عليها وهتبقى هي نهائيه، لابد ان يكون انت عارف ده مين، مطلع عليه، وعندنا الوقت، لان اسماء المرشحين بتنزل خلال مثلا اعتبارا من 1 اكتوبر القادم. فانت ممكن انت تطلع على المرشحين بتوعك، تراجعهم ل 21 يوم دعاية بتبقى قبل الانتخابات، يبقى انت عرفت الناخب بتاعك، عشان ما ترجعش تقول ايه هنتخب مين، وانت عندك 21 يوم دعاية انتخابية وانت ما كلفتش نفسك ان انت تعرف هذا الناخب. لو لقيت فيه شروط اللي هي الامانه، النزاهه، السر والسلوك، ده اكيد من 100 الحاجات الاساسيه اللي لازم تتوفر في الناخب اللي المرشح لمجلس النواب. الا وعلى ولاء وانتماء الوطن، اكيد طبعا ده الاهم مهم قوي، وبتبان من خلال علاقتك بيه في حيك في دايرتك، وربنا يوفق الجميع باذن الله. اللهم امين ان شاء الله. معانا مداخله مدام ريم من حدائق حلوان. أيوة، اهلا يا فندم، نورتينا يا فندم، عليكم السلام، اتفضلي. بصي احنا ناس يعني بسطه، مش سياسه مناش، يعني ما نعرفش حاجه عن السياسه. أيوة. بس انا بشتغل في قطاع السياحه. ايوه. احنا يا فندم لسه اعرف احنا يعني الدنيا هتفتح امتى؟ يعني ايه تفتح يعني يا فندم؟ كورونا. يعني السياحه هتنزل امتى؟ البلد هتستقر امتى؟ أيوة. البرلمان ده هيخدمنا ازاي؟ احنا كفئه بسيطه هيخدمنا بايه؟ ايوه احنا بصراحه يعني مش شايفين حد بيخدمنا،
طب احنا هنجاوب على سؤال حضرتك ان شاء الله في خلال الحلقة. دكتور سمير عبد الرازق، يا ترى حضرتك شايف ان في رؤية جديدة للبرلمان القادم؟ يعني هيكون مختلف عن كل البرلمانات اللي فاتت؟ اولا سعيد ان انا في وسط قامات، لكن عشان اقول رؤية جديدة للبرلمان القادم، وهذا البرلمان اصلا سكناته وحركاته طبقا لمواد دستوريه، هو هيبقى ايه المتجدد في البرلمان؟ مش اختصاصاته، لكن في ادائه وقدرته على التمشي مع خطط تنميه كبيره اللي البلد شغاله بيها. ايوه بالظبط. زائد مستحدثات الجرائم، احنا دلوقتي حتى ظلمنا مجلس النواب السابق في جزئيه وادينا له اكبر من حقه بجزئيه، الجزئيه الاولى انه البرلمان الوحيد الأهم في تاريخ مصر اللي حول مصر من كلمة انقلاب لدولة هو والدستور 2014. فالبرلمان السابق كان له ميزة في مجرد وجوده حتى وإن اختلفت عن بعض أفراده. طب البرلمان القادم، البرلمان القادم مصر بتتحرك بخطوات لا ينكرها أحد، العالم كله عارف إن احنا بنتحرك اقتصادياً، بنطبق الخطة 2027 و27 و52 في 3-4 سنين، عايزة قدرات خاصة للناخب، قدرات خاصة لمجلس النواب في القرارات التي لا تعوق استثمار، القرارات اللي بتجابه المشاكل والجرائم المستحدثة. دلوقتي انت بيقابل الجرائم دلوقتي ما كانتش من 3 سنين. أيوة صح. في التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا، فالرؤية مش هتبقى في الاختصاصات، الاختصاص اللي هو تشريع واقرار الموازنه العامه، انه في ترشيح الرئيس دي المهام بتاعته، والتعديل الدستوري وكل حاجه لها مواد دستوريه، لكن هل هيحصل تجديد في المهام؟ المهام ثابته، لكن هيختلف في الاتي: في الاداء ومجابهه المشاكل المستحدثه اللي احنا بنقول دلوقتي الاقتصاد النهارده غير امبارح. بالظبط. التنميه النهارده غير امبارح. أيوة. الجرائم النهارده غير امبارح. المهم أن تكون القرارات لها صفة التعميم عشان تبقى بصالح الجميع. معانا مداخلة من جمال من المنيا، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور الشاشة حضرتك. يا فندم ده نور حضرتك، اتفضل. الله يبارك فيك. كل عاوز أسأل الأستاذة الله يبارك لك سؤال. اتفضل. اللي انا مش بشوف عضو مجلس الشعب اساسا غير في فتره الانتخابات. هو ده بحضرتك يعني 3-4 ايام بتوع الدعايه وبعد كده اقسم لك بالله ما بشوفه تاني، وانا عمري دي ل 50 سنه. ما شفتش عضو مجلس الشعب، ما شفتش عضو مجلس الشعب غير ايام الثلاث اربع ايام بتوع الدعايه بتوع الانتخابات. ما في، وما بحسش بفايده عايده عليا مباشره من اي عضو مجلس الشعب بمسك عندنا هنا في المنيا. ما هو يا فندم اعتقد ان حضرتك المفروض بقى يكون لحضرتك دور، بما ان انت حضرتك عارف اهل المكان اللي انت فيه، فانت حضرتك عارف مين بيخدم ومين مش بيخدم ومين تقدر تديله صوتك عشان يوصل لفوق. اعتقد ان ده دور حضرتك، يعني احنا مش هنجري ورا الدعايه اللي هي 3-4 ايام زي ما بتقول، في حين ان أيوة احنا عارفين اهل دايرتنا كلهم. هو اللي بترش، اللي بترش على مستوى المحافظه 3-4 افراد مثلا، هو مين، هو مين اللي بترشح كل سنه؟ بترشح هم اللي بترشح هم كل سنه برضه نفس الوضع. ايوه يعني هو اللي بيوصل مجلس الشعب هو اللي بترشح، هو اللي بترشح بكل سنه بترشح هو، ويبقى قاعد على الكرسي هناك باشا ومفيش مشاكل من اي حاجه والدنيا مرتاحه معاه. يا فندم هي طبعا احنا وصلت الفكره اللي حضرتك بتتكلم فيها، وهنجاوب على سؤال حضرتك. استاذ الدكتور محمد صالح، حضرتك تقدر ترد على السؤال ده؟ سؤال مهم هو جدا. هو حقيقي السؤال مهم، والسؤال كمان بتاع كورونا يعني استاذي دكتور سمير يعني بحر في هذا الموضوع وله تجارب أكيد عالميه. أكيد أكيد. في موضوع وباء كورونا على وجه التحديد وازمه كورونا، وعنده حلول هائله جدا حتى في لما قبل ما نخش الحلقه. هذا ان شاء الله هيكون سعيد لنا جدا منفرده في سعيد موضوع جدا كورونا بما تحدث به عن الامل الكبير في مواجهه كورونا.
وخاصة في المرحلة اللي جاية، المرحلة الثانية هي المرحلة القاسية، لكن في أمل كبير الدكتور سمير الهودي، وإن شاء الله برضو يبقى بشرة خير لمصر كلها إن شاء الله. أنا سعيد جدا بالمداخلة ده ردا على الأستاذة اللي كانت بتتكلم عن كورونا والأيام القادمة. المداخلة الثانية بتاع الزميل الفاضل المواطن الشريف، بقول له أنا كلامك صحيح 100% وأنا بتفق معاك، لأن ده رأيي العام، ده رأي الشارع بصفة عامة أو استطلاع رأي عام، إن إحنا محتاجين نائب رشيد. نائب رشيد لابد أن يتوفر فيه مقومات ذاتية، سمات ومهارات. معالي اللواء قال كلام جميل جدا، المهارات اللي هي ما يتوفر فيه دستوريا، تعالوا نتوفر فيه بقى سماته الشخصية إيه ومهاراته الشخصية إيه، ده اللي أنا محتاجه. وكنت محتاج زي ما السيد الرئيس قال الضمائر محتاجة تستيقظ، أنا بقولها بهدوء شوية لأن السيد الرئيس قالها بطريقة مكشوفة واضحة تماما، والكلمات كانت واضحة، الضمائر ضاعت لدى البعض، لدى البعض، لكن أنا سعيد بأن احنا نترجمها بهدوء وببساطة، أن احنا محتاجين الضمير الوطني يستيقظ، محتاجين كمان يعني نخف شوية من التشكيك والإساءة، وخاصة نحن في وطن العالم كله ينظر إلى مصر بأنها أم الدنيا بالفعل. بالظبط بالظبط. موقعها الجغرافي يحتم علينا الكلام ده. بالظبط. يحتم علينا إن احنا نفتخر بهذه الأرض الطيبة، الأرض اللي من وراها البحر الأبيض المتوسط، ومن جنبها البحر الأحمر، ومن بينها نهر النيل. أيوة فهم. يعني أرض لا يمكن أبدا أن تحيد عن الحق، ولا يمكن أن تتكهكر. لأن كل الفخر إن احنا مصريين. لأن إذا تكهكرت الشعب المصري، إذا تكهكر غرق في البحر الأبيض المتوسط، وإذا مال عن الحق أيضا غرق في البحر الأحمر، وإذا نظر تحت قدميه ولم ينظر إلى المستقبل غرق أيضا في ماء النيل. لكن مصر مقدامة، مصر معطاءة، مصر لديها الوفاء لكل البشرية، لأن تاريخنا بيقول إن إحنا لم نخلق إلى أمة، ولكن خلقنا إلى البشرية بصفة عامة. دي بالنسبة لسمات الشخصية التي ينبغي أن تتوافر، وعلى السادة القائمين على القوائم والفردي في الأحزاب المختلفة أن يضعوا معايير سمات شخصية للفرد اللي عندهم، ويضعوا له مهاراته القيادية. السمات الشخصية لابد أن يكون لديه مفهوم ذات عالي، لابد أن يكون لديه وعي بما يحدث في الشارع المصري والعربي والعالمي، ويبص للدوائر المختلفة، دائرة البحر المتوسط، الدائرة الدينية، الدائرة الثقافية، الدائرة العالمية، العولمة، احنا فين بالضبط من هذه الدوائر المختلفة. لازم كمان يبقى عنده بعد استراتيجي او تصرف الاستراتيجي، يعني يستطيع ان يضع خطط مستقبلية ورؤى مستقبلية واقعية بما يتناسب مع الواقع، وخاصة في تصارع وصراع في الحضارات، وتصارع وصراع ايضا في التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا. بنشوف اولادنا الناشئين لا شغالين النهارده، مستقبل باهر جدا، لكن احنا في فجوه كبيره في المعرفه ما بيننا وما بين التكنولوجيا التي نستخدمها الان. احنا محتاجين كمان محتاجين مهارات قياديه، مهارات اتخاذ القرار. هل توفرت في الناس اللي كان عندها ضمير بيوضعوا قائمه وبيختاروا انه بيحطوا القائمه؟ هل فعلا بصوا لكل فرد على حده والملف كده فحصوه ولقوا ان في عنده قدره على اتخاذ القرار، النزاهه، بناء علاقات، عنده قدره على التواصل الجماهيري، عنده قدره على حل المشكلات، وكان له تجارب في حل المشكلات ولا ما كانش له، لديه الاستقلاليه العلميه، لديه مفهوم ذات اكاديمي محترم. المسائل دي كلها ما بنختارش عشوائي، واذا كنا هنختار على بعد واحد فقط وهو راس المال السياسي، لا احنا بنقول تعظيم راس المال البشري. مرحله خطيره مصر محتاجاها، وهي شعار كبير جدا الرئيس قاله في كل خطاباته، لكن مش شرط بقى نقعد نقول ان الرئيس قال قال قال، احنا فين كمان معاه عشان نساند هذا المجتمع؟ المفروض هو بيقول احنا بنتعلم وبنأكد ده بكل اللي احنا بنشتغل. فاحنا بنتفق مع السائل والمتصل ان النائب في هذه المرحله لابد ان يكون نائب الرشيد، والنائب الرشيد هو ايه؟ من يحقق اكبر عائد اجتماعي وجماهيري لتوضيح الرؤيه المصريه في المرحله القادمه. نائب الشعب بس. شكرا. اتفضل يا فندم. اتفضل. طبعا الساده الزملاء استفادوا في هذا الموضوع، ولكن بضيف حاجتين قوي لازم نراعيهم. ان احنا خلصنا الاستحقاق الاولاني وهو مجلس الشيوخ. بالزبط. ومجلس الشيوخ سيعاون مجلس النواب في دراسه القوانين وخروجها بالشكل النهائي للمناقشه في اللجنه العامه. معنى كده ان النائب، سياده النائب اللي هيكون موجود، تركيزه كله في غوصه جوه الدائرة. ده أيوة الجديد طبعًا في طبعًا. هذا المجلس إن شاء الله. إن شاء الله. نمرة اتنين، أنا لما أجي انتخب شخصية معينة أو نائب معين
خلال ما انتخبتوش يوم الانتخاب من الدعايه بس، ده من نتيجه طبعا. اللي احنا قلنا عليها. استاذن حضرتك معانا مداخله من الامارات، استاذ العربي. السلام عليكم استاذ رشا، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا يا فندم. حضرتك منورنا من الامارات. نعم، اشكر حضرتك على البرنامج الجميل وعلى القامات العليا الكبيره. فعلا فعلا حاجه مشرفه جدا والله النهارده. الله يبارك فيك. في موضوع غايه في الاهميه وغايه في الخطوره. احنا قدامنا مجلس نواب لازم يعبر بمصر لمرحله كبيره جدا ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ذلك ان شاء الله. نقل مصر نقله كبيره جدا جدا، ولابد ان يكون هناك تشريع ومجلس نواب قادر على مواجهه هذه الامور والتحديات التي تواجهها الدوله المصريه. ايوه يا فندم. انا اتمنى من الساده مسؤولي الاحزاب، ايه انت شروط اختيارك للمرشح؟ المرشح ده هل انا اروح اعمل فيش تشبيه واجيب شهاده سلوك واجيب شهاده محو اميه او شهاده جامعيه وكده وادفع رسوم الترشح وكده انا دخلت كده ده قبولي؟ ده اللي بيروح يقدم في وظيفه يا جماعه بيتعمل له انترفيو، بيشوف الثبات الانفعالي بتاعه، يشوف مدى قدرته الفكره. العالم دلوقتي بيواجه تحديات كبيره. العالم بره يا فندم بيعملوا جامعات للذكاء الاصطناعي. أيوة. بيخرجوا طلبه بتدرس وتاخد بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الذكاء الاصطناعي. احنا محتاجين ناس عندهم القدره على مراقبه الحكومه وللتشريع. البلد محتاجه قوانين جديده يا فندم، محتاجين قوانين جديده تساير العصر. احنا عندنا قوانين قديمه جدا لا تجابي ولن تتماشى مع هذه الامور ولا مع الفكر العالمي الموجود. محتاجين قوانين يا فندم تقنن التواصل، شبكات التواصل الاجتماعي اللي عامله في مصر وكأن حاله من الهستيريا. شكرا لحضرتك يا فندم، وشكرا على المداخله الكريمه، وشكرا لان حضرتك كلمتنا كمان من الامارات. ممكن بعد اذن حضرتك استاذ محمد فؤاد اتفضل. طبعا حضرتك، طبعا السائل اللي قبل السائل السابق بيقول انا ما شفتش النائب بعد الانتخابات. طب ما احنا نقول لك ليه انت ما شفتوش؟ لانك اصلا اسأت الاختيار. لو انت اخترت النائب صح، اخترت النائب صح بالظبط، وتحس ان هو منك وانت منه وان هو يقدر يخدمك. أيوه، ده تختاره. ده اللي انا قلته. لكن انت ما تحملش خطأك او خطأ اختيارك على غيرك وتقول لي ماشي. طب انت اللي اديته صوتك. أيوه. انت اللي اديته صوتك وانت اللي قعدته في البرلمان وانت اللي اخترته، فطبعا ده انت المسؤول مسؤوليه كامله عن الوضع اللي تم. يعني بالضبط. المفروض ان احنا بنختار النهارده بناء على التواجد المجتمعي. بالظبط. انت حضرتك موجود في الدايره بتاعتك، اكيد عارف مشاكلها. عارف مشاكلها يبقى انت احتكيت بالمواطنين جواها. طب احتكيت بالمواطنين يبقى المواطن عارفك. بالظبط. 1+1=2. بالظبط. نعم. طب يعني انا بقى حابه اسال حضرتك يا استاذ محمد بناء على الكلام ده، حضرتك شايف ان مشاكل المواطن في دايره حضرتك ايه؟ المشاكل عندنا في الدايره للاسف الشديد لا تعد ولا تحصى. ايوه. عندنا مشاكل يعني مشلول السوق تحديدا، مش يعني في اي مركز، يعني مش زي اي مركز موجود. عندنا طرق متهلكه لطريقه يعني لا تصلح للمشي البني ادمين عليها. عندنا حضرتك لمؤاخذه مستشفى مركزي في داخل مشلول السوق، السرنجه يا فندم ما بنلاقيهاش. السرنجه نفسها بتتباع بره ب 2.5 جنيه في حين ان هي ثمنها 45 قرش. حضرتك عندنا السيد الدكتور وكيل وزاره هشام بيه مسعود، خدت بال ستك؟ رحنا له اكثر من مره علشان عندنا تخصصات زي اورام زي حروق زي اي يعني عنايه مركزه يعني مش موجود. هنقاطع حضرتك لحظه، معانا مداخله من امل من الدقهليه، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس بطلب من الساده او من الحكومه. أيوة. انها تنزلنا بيانات المرشح، البيانات بتاعته، لان احنا مش كلنا عارفين بعض زي ما انتم بتقولوا. بالظبط، ده حقيقه. ايوه. أيوة. وبعدين يرجع يقول لنا احنا لو انتخبنا غلط يقول لك الله انتوا شعب جاهل ومتخلف، ولو ما نزلناش انتخبنا احنا هنغرمكم وهنشتكيكم ومش عارف ايه. لا طبعا لازم ننزل وننتخب، يعني ده حقنا ولازم ندي صوتنا. ماشي هنتخب واحد انا ما اعرفوش. أيوة حضرتك عندك حق بالفعل. لما انتخبنا محمد مرسي واحنا ما نعرفش عنه اي حاجه والحكومه هي اللي عارفه، طلع قالوا ده جاسوس ومدخلش ومش عارف ايه، وبعدين قالوا ده اعتقد ان النهارده المستقل او الفردي طبيعي ان اهل الدايره كل دايره عارفه اللي نازلين مرشحين عنها. احنا نتمنى ان جميع المرشحين عن القوائم نتمنى ان يعني المسؤول عنها ينزل زي سي في كده لكل مرشح عشان الناس تعرف.
اكمل يا فندم. ايوه طبعا اتفضل حضرتك. طبعا عندنا برضك من ضمن السلبيات الموجوده عندنا محطه صرف اسمها محطه صرف الطراطره، بقى لها 28 سنه لحد النهارده ما تمش اي انجاز فيها. وزائد حضرتك بالنسبه برضك للمشاكل للمواطنين عندنا داخل الدايره، حضرتك مثلا الاعباء الاقتصاديه على المواطن، المفروض دلوقتي التعليم مجانا، دلوقتي فرضين 500 جنيه مصاريف طلبه، طب ده عنده 5 6 هيجيبهم منين؟ لازم حضرتك الدوله تقف مع المواطن. اللي عندنا حضرتك في مجال الزراعه، في مجال يعني حتى التصالح الاجتماعي، ليه الشرقيه مش عامله 50 جنيه زي بقيه المحافظات؟ يعني كون التصالح عندنا الشرقيه الوحيده اللي رافعه سعر المتر عن محافظات مصر بحالها. لا بس اعتقد الفتره اللي فاتت كان في قرارات مهمه جدا. نزل يا فندم السيد الرئيس. أيوة يا فندم طبعا. مشكورا ان هو بالفعل يعني لا بجد بامانه الفتره اللي فاتت حصل تغيير كتير. السيد الرئيس نزل نسبه 50%. أيوة. بس حضرتك السيد المحافظ ممدوح غراب نزل 25% فقط، فدي للاسف الشديد اللي تم عندنا داخل المركز، داخل غير اي مركز غير اي محافظه ثانيه. زائد حضرتك برضك بالنسبه للسلبيات الموجوده، ان احنا بنطالب المسؤولين او احنا ان شاء الله هنسعى كحزب وفد موجود في الشارع المصري ان احنا هنساعد في تحقيق المجال من ناحيه التعليميه، من ناحيه الطرق ان شاء الله، من ناحيه المستشفى ان شاء الله يكون مستشفى على اعلى مستوى. ان يكون ده هو دور كل الاحزاب وكل المرشحين ان شاء الله على اعلى مستوى، وكل حد هيكون مسؤول مش حد بس ان شاء الله. أيوة هنرتقي بالمستشفى. أيوة. ان شاء الله هكون افضل من مستشفى الزقازيق وافضل من اي مستشفى في الجمهوريه ان شاء الله. الطرق هكون من افضل طرق موجوده، والسيد الرئيس مشكورا هيساعدنا في كده وزي مساله مصر بحالها. وبالنسبه لجميع الحالات اللي موجوده في البلد السلبيات ان شاء الله بفضل الله تعالى وحزب الوفد ان شاء الله هنسعى لتحقيقها بامر الله تعالى. طبعا اكيد كل الاحزاب وتضافر كل المرشحين وكل الاحزاب وان شاء الله كل المسؤولين، نتمنى ان الجديد ان شاء الله يكون يعني لصالح الشعب ولصالح الشارع المصري. ان شاء الله كلنا في خدمه. احنا معانا مداخله، معانا استاذ رضا من الدقهليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم انا بطلب من الساده الاعضاء اللي عندك، احنا جمعنا روح. معلش يا فندم الصوت مش واضح. بطلب من الساده الافاضل اللي عندك، احنا جمعنا روح في الدقهليه ومش عارفين نبيع دلوقتي، والتجار بيشتروه مننا ناسهم بتبقى 900 جنيه. يا فندم معلش السؤال مش واضح الصوت. بقول لحضرتك احنا دلوقتي جمعنا قطن في الدقهليه والتجار بياخدوا 1200 بياخدوا 900 جنيه بس ومش عارفين نبيع القطن. مش عارفين تبيعوا القطن. ايوه فانا بطلب من الساده الافاضل اللي عندك يشوفوا لنا حل موضوع القطن ده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. انا اتخيل ان على السيد السائل المحترم ان يتقدم بشكوته لمجلس الوزراء عشان يدرسوا هذه الحالات وتتجمع من خلال وزاره الزراعه ويبداوا يشوفوا نوع من انواع التصريف ليها، لان احنا موضوعنا الحقيقه موضوع بعيد شويه عن موضوع. انما انا بنصح بتقديم شكوى سواء للمحافظ السيد المحافظ او مجلس الوزراء، وهم بيهتموا تماما في مجلس مكتب الشكاوى. ايوه بالظبط. بيردوا في ارقام للشكاوى وفي مكاتب للشكاوى، بيردوا رد يعني. ايوه قاطع سهل جدا ان احنا نقدم اي شكوى وبيكون الرد على طول عليها فوري بالظبط. دي حقيقه. هو بنربطه باختيار النائب. لو النائب عايش مشاكل الشعب مش مشاكل ذاته وتطوير ذاته، تطوير الذاتي ده بقى خلاص عيب. هو اللي شال عيب قوي على النائب. نعم. ان يبقى نازل يبص لذاته ويتمحور حول الذات. التمحور حول الذات بيؤدي دائما الى مفاسد، وبيؤدي دائما الى الشكوى العامه ان تستفحل هذه الشكوى ولم نجد لها علاج. هذا السائل بيسال بيقول لي نوابي فين بتوع الدايره عشان يحل المشكله قبل ان يعاني. هو ده فايدتي. ما هو فايدتي ان اكون نائبا للشعب عن الشعب. ما هو نائبا. ما هو احنا عشان كده احنا النهارده بنقول ان لازم المواطن قبل ما يحط صوته يكون عارف هو رايح يحط صوته لمين. على فكره دي احنا بنشكل قائمه حاليا سميناها شعب مصر. ليه؟ عشان الشعب من اجل الشعب، لابناء مصر. ايوه ده الشغل بتاعنا. احنا بنشتغل بمنهج علمي، عاوزين نطلع فعلا رابطه علماء مصر مع حزب ابناء مصر. بنشكل علماء دلوقتي بتاع بالمعايير اللي هي السمات الشخصيه والمهارات القياديه اللي كلمت فيها في الحلقه. الحاجه المهمه. استاذ حضرتك معانا مداخله بعد اذن حضرتك. معانا مداخله من محمود، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم اسم محمد؟ اتفضل يا فندم اتفضل. اكلم اسم محمد سؤال لو سمحتي. يا فندم اتفضل حضرتك.
ازيك يا استاذ محمد؟ الله يسلمك يا سامي. ماشي، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يسلم حضرتك. معاك محمد الشفاء. ازيك يا حاج محمود؟ ازيك يا استاذ محمد، عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، ربنا ما يحرمنا منك. ربنا يبارك لك التوفيق ان شاء الله كده بامر الله. الله يبارك لك. وان شاء الله ناجح يعني وربنا معاك. حضرتك حضرتك سؤال حضرتك، اتفضل. الله يبارك لك، الله يبارك لك. واحنا ورا حضرتك. الله يخليك. تأييد تأييد. دكتور سمير عبد الرازق، عايزين نعرف من حضرتك ايه؟ ممكن نكمل السؤال بتاع السائل بعد اذن معلش. طبعا بالنسبه لل 900 جنيه لسعر الانفار القطن، طبعا الدوله هي اهمالها للزراعه والفلاح. يا فندم هو يا فندم بالظبط. ده موضوع خاص يعني بالحكومه يعني، مش اهمال اصلا يعني. خلي بال سيادتك، يعني هناك اجراءات قانونيه الدوله دايما بتسعى لحلها، وخاصه المجموعة وليست الفردية. واعتقد المفروض ايوه هو يعمل شكوى الاول وتقدم بيها، ولو ما تمش البت في الشكوى نقدر نتكلم فيها. بالظبط. حضرتك يا دكتور، ممكن حضرتك تدينا فكرة عامة عن قانون 140 لسنة 2020؟ اعتقد السؤال ده مهم جدا جدا. القانون 140 2020 اول من تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر الحالي، واللي تقدم بستين عضو وتم التصديق عليه في النواب وصدق عليه الرئيس. وعلى فكرة السؤال ده جيد جدا لأنه بيرد على نقاط عديدة، منها بالزبط. إن الناس بيقولوا إن الدولة عملت قائمة نزلتها، الناس اللي درست القانون كويس اشتغلت النواب كويس، عملت قائمة في حين الباقي كله قاعد يدرس بشكل إنه حتى ما أمشي بقائمة. في حين القانون عمل حاجة جميلة جدا، طلع 568 نائب، ده العدد، مقسومة 284 انتخاب فردي و284 انتخاب قائمة. قسم الانتخاب الفردي 143 دائرة، قسم الانتخاب القائمة أربع دوائر ومقسمها بعدل شديد، القاهرة والمجموعة اللي هي ده 100 عضو. أيوة. اللي هو شمال الصعيد ووسط. أيوة. الصعيد ده 100 عضو. أيوة. شرق الدلتا وغرب الدلتا 7 و3. التقسيمة دي جيدة جدا، ولو الناس فهمت القانون ده كويس هيقول لك ده الناس عملته والناس نزلت قايمة والناس ما نزلتش. بدليل ان حاليا يتم تجهيز اكتر من 3 قوائم، لانهم بدأوا يفهموا ان انا ممكن اعمل قائمة خاصة بقطاع معين، يعني ممكن اعمل قائمة وحيدة. أيوة. وانزل. أيوة. بيها خاصة بشرق او بغرب. اتفضل معانا استاذ اسامة. اتفضل. مساء الخير يا استاذ رشا. مساء النور يا فندم. من نصار من مشتول السوق. تحياتي لحضرتك وكل المحترمين الموجودين في الاستوديو. ميرسي يا فندم، ميرسي. اتفضل. انا بس عايز اوجه سؤال للاستاذ احمد فؤاد باعتباره مرشح في دائرتي اللي هي مشتول السوق. اتفضل. فبحب عايز اقول له استاذ محمد، انت شايف تقدر تعمل ايه لدايره محرومه من خدمات نواب ما شافتش اي خدمه؟ ما هو اتكلم عن مشاكل الدايره بتاعته، معنى ان هو عارف المشاكل وعداها واحده واحده. ما انا عايز اقول له نتمنى ان شاء الله ان هو يقدر يحلها. على فكره انا عايز اقول له دايره محرومه من خدمات من النواب، كل النواب السابقين كله بيجي. يا فندم هو اتكلم في نفس الفكره دي دلوقتي ووضحها. شكرا يا فندم لاتصال حضرتك. ايوه بالظبط بالظبط. نعم نعم، رديت على السؤال. اتفضل يا فندم، اتفضل. احنا اسفين للمقاطعه. يبقى مجلس النواب 568 منقسم الى 284 فردي و284 قائمه مطلقه. النقطه الثانيه، على ان العدد ده كله على ان لا يخل المراه في المجلس عن 25%، مع الحق للسيد الرئيس في انه يعين 5% من هذا العدد. ليه السؤال ده مهم؟ 25% يا فندم في القايمه. 50% في لا، هي القايمه ال100 فيها 50 عدد. المراه 50 القانون في المراه بما لا يخل عن 25% بالظبط يزيد، انما طب ما يقل. يا فندم هل يجوز ان ال 25% دول يكون منهم كل الفئات، كل اللي هو يعني مثلا مسيحية؟ وضح السؤال بتاع حضرتها. نعم. يعني المرأة هل المرأة ممكن ان تمثل كمرأة 25%
وفي نفس الوقت تكون مرشحة للعاملين في الخارج او كمرأة. لا برضو هي مش لا هي مش نفس السؤال يا فندم. احنا دلوقتي عندنا قائمة وجبنا المرأة النسبة بتاعتها، هل كل الفئات دي لازم نحطها في المرأة ولا المفروض برضو الجزء بتاع الراجل يشيل من الفئات دي؟ انا قلت بما لا يقل عن 25% معناها ان انها مش المرأة، ده المرأة في كافة صورها سواء كانت فردي سواء كانت في قائمة سواء كانت في الخارج، لان ممكن تزيد يا فندم. تقصد سيادتك ال 25% اللي الاستاذه تقصدها؟ الدستور يا لا ماشي اللي تقصدها الدستور برضك يا تقصد ان تكوين النسبه من المراه بس مش من الرجال والسيدات تقصد كده؟ لا لا تقصد ال 25%. طب انا انا اوضح يا فندم، احنا دلوقتي عندنا النسبه بتاعت المراه فكل العناصر والفئات اللي موجودة، هو احنا المفروض نطلعها من المرأة عشان يعني نوفر كراسي للرجالة من الاخر؟ لا 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 يعني دكتور سمير، هي بتتكلم عن الكوتا، بتتكلم عن الكوتا، بتتكلم ممكن المرأة تبقى مرأة معاقة، وبتتكلم عن المرأة من الشباب، وبتتكلم عن المرأة من العمال والفلاحين. ايوه بالظبط المرأة هنطلع منها بقى الشباب ونطلع منها ذوي الاحتياجات ونطلع منها بس خليك معايا المسيحيين ونطلع اسمحوا لي يا سيد دكتور مش المفروض ده يتوزع؟ النقطة هقول لحضرتك كلمة بسيطة جدا، بما لا يقل عن 25% معناها إجابة على كل هذه الأسئلة. جميل. لو قلنا 25% بس يبقى في لبس. ايوه هطلع مين واجيب مين؟ بما لا يقل معنى ذلك ان في 25 ممكن تبقى 30 ونبقى 35 بالظبط. ما هو ده ليه؟ لان في ممثله في هي المراه كمراه 25% لو اخذناها من باقي السؤال اللي عجبك قوي عشان المراه انت وقفت على المراه يا بس جدا يا فندم والله وصلت الجو بس انا هقول ملخص القايمه بعد اذن الباشا. اتفضل. القايمه 284 ايوه حلل المشكله الدستوريه وكان دعم مصر حطها في القانون 140 ان هو حط كوته المراه داخل القايمه عشان اجبر الناس ان هي حقق الماده الدستوريه ان في 25% يمثلوا من المراه داخل مجلس النواب. لما دخلت القايمه مثلت دي نسبه قد ايه؟ 50%. أيوة. فاصبح ليها 142 كرسي. أيوة. وهناك 72 كرسي اخرين للتمييز الايجابي الواجب لذوي الاحتياجات الخاصه. أيوة. العاملين في الخارج، الشباب، العمال والفلاحين. أيوة. والاخوه حبايبنا المسيحيين. دي الكوتا ال 72 تبقى حوالي 81 عضو للرجال، وده هو الصراع الكبير. الحته دي فيها نفسنا بصراحه مش عارفه ليه. واحنا قاعدين نحسدكم. احنا بنشكر الرئيس يا جماعه عظيمات مصر يا جماعه. ما هو عظيمات مصر. انا هردك انا بعد اذنك يا استاذ تلاوي. اتفضل. المرأة طبعا مش دفاعا ده حقيقة. لا لا المرأة في كل الاستحقاقات السابقة كانت أكثر فعالية للوطن من الرجل. لو بصيت لو بصيتي في أي مجال والله المرأة بتدخل ولا شايفة كده يعني. أنا شايفة كده. أنا بتكلم انتخاب دلوقتي. ماشيين بسرعة الصاروخ. أنا بنتكلم انتخاب دلوقتي. أول استحقاق طبعا المرأة في الاستحقاقات الفردية اللي فيها أفراد ما بتبقاش بالنسبة لست اللواء اللي هي وطن. المرأة بطبيعتها إنها شايلة بيت طول الوقت، إنها عندها إحساس بالابن والخوف أعلى من الرجل، بدليل إن إحنا كان في وقت معين كلنا بندي اراء سياسيه في وقت ان المراه طلعت كاملا لدرجه اول وصلت ل 73% في التحقيق. استاذن حضرتك معانا مداخله استاذ رمضان. هتلاقيه ضد استاذ رمضان قفل. اتفضل. ايه لا انا عاجبني الكلام والله. اتفضل. انت كده بيشتغل. اتفضل يا فندم. لو جبت ودي يعني احنا عاملينها اصلا كان فيها مؤتمر خاصه بدور المراه في الحياه المصريه. مش من قديما من الفتره اللي الدوله المرأة كل المجتمع يا فندم انا بتكلم سياسه مش دعوه المراه. الدوله المصريه تعرضت لانكسار شديد يناير لا احد ينكر، والعوده دي كانت عايزه رجال بنوع معين وعايزه بالزبط. ناس مش ما عندوش فيروس جيل رابع. ايوه بالظبط. احنا كان الشعب كله مصاب بحاجه جيل لدرجه ان احنا لسه في دلوقتي نسب تشكيك في الدوله وفي المؤسسات وفي عمليه تحييد المؤسسات ده يعني اللي يشكك بالبلدي في الدوله ده يبقى بالبلدي بالبلدي كل المفكرين وانا منهم. أيوة. لم يقم بالدور الملائم زي العسكري على الحدود وزي ايوه طبعا الجيش. طبعا طبعا مين اللي قام بالدور بطابع الفطره؟ المراه. المرأة لولا وجودها في الاستحقاقات الخاصة بالدولة التعديل الدستوري وغيره
اعتقدش ان كنا وصلنا لهذا النجاح. انا بعتقد والله انا بحيي حضرتك يا فندم والله والله بحيي حضرتك بصراحه. هو اللي هو احمد وليس بيبص كده بصه. ايوه يا فندم ايوه. انا عايز اقول ايه الساده المفكرين والمحترمين والعلماء وعلى فكره دورهم قوي جدا وكبير جدا سواء للمراه او الرجل. ليه؟ بالزبط. النتاج الطبيعي للمجتمع المصري بيتمثل في ثورتين. الثورة الأولى وحصل فيها بعض العيوب تم تصحيحها في 30 يونيو. على فكرة ده نتيجة إيه؟ إن العلماء والمفكرين والمدرسين والمعلمين والأسرة والمرأة والرجل اللي غير من مفهومه غير هذه المفاهيم، فأصبح عندي منتج مرأة يحترم، عندي منتج شاب يحترم، فبالتالي دوركم كبير، دوركم عظيم. لا نقلل نتمنى من كل دور رجاله يا جماعه. نتمنى ان دي تكون شاور عليه. نتمنى ان دي تكون وجهه نظر كل الرجاله. انا بقول على المفكرين، اصل اتهمت المفكرين بدوركم مش دورهم. دور المفكرين. انا بتكلم عن المفكرين والمثقفين. هو كمان دور علماء النفس. المفكرين دول حاجه عظيمه جدا، يعطوا الفكره. المرأة هي اللي من هو بيبي بتقعد تعلمه وتعرفه وتقوله. من سمح للمرأة بالخروج هو الرجل، عشان ثقافته اتغيرت. ايوه ثقافته اتغيرت. لما ثقافته اتغيرت أيوة انت بدأتي. ثقافته اتغيرت منين؟ من الام اللي ربت وعلمت. لا، من المفكرين ومن العلماء ومن التعليم اللي تعلمه ومن الثقافات. خالص ده دور متكامل. الدولة في صراع يبقى عنده الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يقول ايه؟ كلمة واحدة والله حبيبنا جدا. عمل عام للمرأة وعام المعاقين وعام الشباب، ولكن دايما كلمته لابد على الشعب المصري ان يكون كده ايد واحدة، لان ده هو اللي مش هينفد منه الماء. بالزبط. هو ده اللي مش هينفد منه اصحاب الجيل الرابع والافكار الهدامه وخلافه. المرأة ثبتت وجودها في كل مجال ساعدتنا وفي كل مكان ساعدت في كل المجالات وزيف. عشان كده اخذت حقها. نعم. بس هي تثبت جدارتها ان شاء الله. نعم. في المرحله القادمه لما يبقاش في كوتا. نعم. معالي اللواء الرئيس وجه النداء وقال على كل اصحاب الضمير الحي الوطني ان يهتموا بمصالح الوطن ولا ينظرون إلى أنفسهم. ولا أقبل أن يضيع 100 مليون بسبب المصالح الذاتية. صح. هذا مفهوم استنتجته من قول الرئيس. العبارة دي لابد أن توضع عندما يتم اختيار أعضاء مجلس النواب سواء قايمة أو فردي، حتى يجب أن تطبق على الإعاقة. لأن الإعاقة أنا شفت ناس كويسين جداً، وعندي لما انا بختار القائمه في المنصوره اخترت ناس ممتازه جدا. الحاجه الثانيه، انا الدوله عملت اللي عليها في وضع قانون مكون من 73 ماده قسمته على 7 فصول. ال7 فصول لما يتحطوا ونيجي نشوف، انا بقول مش عايز اقول التحدي والكلام ده ملوش لازمه، انا بقول ان كل المرشحين في حاجه ان احنا نمد فتره انتخابات عشان ندخلهم شهر دوره تدريبيه يعرفوا يعني ايه ممارسه الحقوق السياسيه، ويعني ايه 7 فصول الدوله حطتهم. وانا بقول لما جيت اعمل مقياس دلوقتي، انا بقول في ناس لغايه النهارده وانا جاي في الطريق بيسالوني هي القايمه بتتكون من كام، ولابد ان يكون فيها كم مسيحي، ولابد ان يكون فيها كم شباب، ولابد ان يكون فيها كم عمال وفلاحين، ولابد انا بقول على المرشحين، على المرشحين في كل دايره من الدوائر الاجتماع في مكان اكاديمي سياسي ونوضح لهم هذا الكلام. الحاجة الثانية، أنا بوضح جانب معرفي وبوضح أيضا الجانب النفسي. سبب كل الاضطرابات اللي موجودة في الفكر الآن والتشوهات المعرفية الموجودة في الشارع المصري الآن، سببها عزوف الجماهير بحاجة واحدة، بعدم الرضا. والشعور بعدم الرضا بنقيسه ازاي؟ بنقيسه في علم النفس. ممكن مش عدم رضا، ممكن يكون قله وعي. لا لا لا، انا اعتقد ان تجربه الشيوخ اللي فاتت دي خلاص احنا اتفقنا. اتفقنا ايه؟ ده قله وعي في المرشحين نفسهم. وممكن نقول لازم نكون عارفين المرشح ما قدرش يخرج في حاجه. اسمح المرشح المرشح له دور، وعندما يتم قبول اوراقه له دور، وعندما يوضع في القائمه له دور، وعندما يدخل المنافسه الانتخابيه له دور. كل دور من دول له مواصفات عندي اسمها التحرك الدبلوماسي واجراءات علم النفس السياسي. النهارده بقى في عصر السوشيال ميديا، اعتقد ان سهل جدا ان يكون في فيديوز كده تتحط مثلا او تنزل تعمل توعيه للشعب، يعني للناس، احنا للمرشحين، حاجات كتير. انا عايز ادي بس مثال يا معلم،
شوف يا دكتور، ببوش لما نزل الانتخابات عملوا له مقياس نفسي لبوش الصغير، لبوش الابن، فلما عملوا مقياس وهو في الحكم سقط نفسيا، طلع عنده اضطراب انفعالي. ايه الاضطراب الانفعالي؟ جاي نتيجه ايه؟ نتيجه ان الاب مشغول في عمل سياسي وخارج البيت ما عادش معاه اطلاقا، ما ادالوش حنان الابوه، ما ادالوش التعلق بالابوه. التعلق بالابوه اللي هو السؤال، سؤال وجواب، انا عايز ابويا عشان اساله كتير، عايز ابويا عشان اتعرف منه، عايز ابويا عشان وعي سياسي. الام كمان لما جم يدرسوها نفسيا لقوها شديده وصارمه وحازمه في البيت جدا، وكلمتها كانت تسود داخل البيت، فالولد اتربى تربيه احاديه على الانفعال والصرامه والقسوه والقهر. لما جينا نشوف بوش في حكمه كان بيتهاون بين العظمه، جنون العظمه، وبين جنون الخنوع. الخنوع لما قاموا عليه في حرب العراق والكلام ده، وابعت جنودنا وما بعتش جنودنا، نطلع من هنا بنقول لابد ان يكون هناك كشف نفسي على كل مرشح. ما ينفعش كشف الطب اللي بنعمله من ورا الحيطان، وما ينفعش كشف الطب اللي هو لائق، كلمه لائق دي وارفع عليها فلوس ملهاش لازمه. انا عايز كشف طب نفسي كمان، وعندي وحده نفسيه في القوات المسلحه على قدر عالي جدا، على قدر عالي جدا من الجوانب. استاذ علاء لحظه واحده يا فندم، استاذ علاء بقالهم معانا كتير جدا والله على التليفون. استاذ علاء اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الاستاذ محمد؟ اتفضل يا فندم. بعدين في داهيه يا استاذ محمد شريف. اتفضل اتفضل اتفضل. الله يسلمك. اتفضل. منور الشاشه والله بتاع التلفزيون. الله يبارك لك. هتدفع. منور والله يا استاذ محمد. يا ريت احنا ندعم فعلا الاستاذ محمد، كلنا من المسؤول. الله يبارك. طب يا فندم حضرتك ليك سؤال توجهه. والله انا سؤالي بالضبط عن الرابطه المحليه بتاعت مسطول عندنا. الواحد عن المحليه عندنا مبهدله الدنيا في كل حاجه. سؤالك ايه؟ انت عاوز ايه؟ الراجل ده عمك. سؤال اللي شاب الاستاذ محمد، البرنامج بتاع الانتخابات بتاع حضرتك يا فندم. مش وقت ده، مش برنامج انتخابات ان شاء الله. ده دايره ايه؟ ممنوع دايره. مؤتمر تبقى تيجي. ممنوع دايره. ممنوع. شكرا يا فندم. شكرا دكتور سمير. حضرتك شايف ان المشاركه في ان شاء الله في الانتخابات القادمه هتكون افضل بكتير من الاستحقاق بتاع الشورى بتاع الشيوخ؟ انا شايف رغم ان احنا بيقولوا 7% و10 و12 أيوة. انا شايف انها تعدي 30%، وده قد يكون صادم للبعض. لسبب عالي قوي بالنسبه. لسبب انا أيوة. عندي اسبابي. نتمنى. أيوة. انا ما احطش المواطن قدام خيار واحد. انت عندك مجموعه فيها صح وغلط. ايوه. هتقولي ما شفاش قبل كده، عارف ان ما فيش وهتنجح ب5%. المره الاولى اللي عندنا 3-4 قوائم، ودي هتبقى القوائم لو مناصرين القوائم طلعوا هيطلعوا لي النسبه في 4. قوائم الاربعه اللي طلعوا هيطلع زائد المستقلين زائد الجو اللي انا شايفه اللي هو الاقبال على الترشح من النواب وخيمة النواب. مش عايزين بقى ان يعني برضو الناس بتحسها كده. لكن هل النائب هيطلع؟ هيطلع. طب هيطلع لانه مهدد بانه يدفع غرامة؟ لا. ليه؟ لان زي ما قلنا اما يبقى عندي 3-4 قوائم يبقى انا عندي الاحزاب تقريبا معظمها. يبقى اذا المشاركة اما يبقى فيه مرشح لحزب، مرشح لقرية، مرشح لمركز، أكيد هيطلع المناصر بتاعه. طب يا فندم يعني في سؤال برضو مهم جدا. النهاردة نظام القوائم يعني مثلا في دايرة معينة فيها نائب سابق عن الدورة اللي فاتت، لو كان النائب ده اشتغل كويس جدا والناس بتحبه جدا وله تواجد في الشارع وفجأة اسمه مش موجود، هل تعتقد أن ده ممكن يأثر على الشارع في أنه هو ما يوافقش ان هو يخرج ويدي صوته لو ما لقاش الراجل اللي هو بيحبه ده مش موجود في وسط الاسامي؟ الرد ببساطه شديده ان احنا باصين ان هناك رجل يصنع قائمه، وهذا خطا. لا. اللي بيصنع قائمه حزب. ايوه. يعني انا ممكن حزب اعمل قائمه. ايوه. ما عنديش دوائر. الناس معتقده ان الدوله عملت قائمه والناس كلها تتسابق تخش هذه القائمه. ده تصور خاطئ تماما. ايوه. لو كان المستقلين عملوا قائمة بالظبط، لو مجموعة أحزاب من التانيين اللي قاعدين في حتة عشان ياخد حصة
أمل عندي مش هقول أسماء أحزاب، أحزاب صغيرة جدا عملت بقايمة. أيوه. ومش لازم تعمل قايمة زي ما قلنا في الشرح شايلة الأربع قطاعات سيادة اللواء، ممكن تنزل قطاع واثنين وثلاثة. أيوه. وبالتالي الفترة الجاية ليه بقول هتعدي 30%. أيوه. وإلى أن نلتقي وهتلاقوا إن شاء الله قرار سليم إن شاء الله. قرار مش تنبؤ، لسبب أنا شايف إن عندي أربع قوايم في مناطق معينة وعندي ست قايم في مناطق معينه، في قايم مش هينزل قايمه تاني فرد. النقطه الثانيه معلش في التعبير، ايوه انا بيعيب على كله انه لا يربط المواطن فكره بفكر الدوله. أيوه. مثال لو حطينا مشاكل مواطن في التصالح مع الدوله انا اسفا بيحطوا الدوله تحت رجله، في حين ان الوضع معكوس. الدوله لها قانون يجب يحترم، ولو مشينا عدل الله وانا بتكلم اهو، لو اتنين احدهما قفز على القانون وبنى، خد مزايا ولا ما خدش؟ اللي التزم خد، يبقى مفيش عدل. المفروض طيب المفروض انا مش بقول فين. أيوة. اربط المواطن، اربط المواطن وانت بتبني بيتك. أيوة. انت بتضرب حاجه من السبب يا فندم. طب ممكن ناخد كلمه ناخد كلمه سريعه يا فندم عشان الوقت بتاع البرنامج خلص. عشان كده بس في ثلاث كلمات يا فندم. احنا النهارده لا احنا مش بنتخانق، بس في نقطه انت حضرتك النقطه اللي انت بتتكلم فيها اعتقد النهارده يعني كل الناس اللي في المحليات اللي النهارده بيتم التساؤل يعني اعتقد ان الدوله واخده هذا الكلام كله لو نطلع فيه بثلاث جمل. انا اتمنى بقى ان كل حد من حضراتكم كلمة سريعة يقدر يوجز فيها عشان هي فعلا البرنامج لسه دقيقتين وينتهي. هو في عندنا اكثر من كلمة سريعة بس كلمتنا انا الوحيد اللي ما خدتش وقتي. لا ده انا عايز بس عشان اكمل معلش اكمل معالي الدكتور اكمل معالي الدكتور بايه في ثلاث كلمات. اولا في عجز عندنا في الجانب الاعلامي والجانب الثقافي، دراسات الشخصية للناس القائمين اللي هم بيتصدروا كراسي المناصب النهارده، الاتجاهات بتاعتهم ايه، الاعتقادات بتاعتهم ايه في معالجة المعلومات المتاحة قدامنا الآن. هو ده السبب اللي عمل الفجوة ما بين قانون التصالح وما بين رأي الناس وجمهورة الناس ضد هذا التصالح. أعتقد الدولة النهاردة بتاخد فيه قرارات أنا مهمة جدا 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 وهم النهاردة بيرادوا الشعب على فكرة، بيرادوا الناس في حدود القانون. الشعب لا يراد على حساب القانون. لا يا فندم بقولك في حدود القانون كمان مرة. أيوة كمان أيوة. وبقولها الشعب لا يراد على حساب القانون، بس عندما يطبق القانون يطبق على الجميع. يطبق القانون على الجميع، عندما يطبق القانون يطبق القانون على الجميع. أيوة طبعاً أكيد. ويطبق القانون على ما يطبقش على طبقات التعبانة أو طبقات الطبقات الفقيرة أو طبقات المتوسطة. لا, لا في عندي طبقات بتدفع 60 مليون جنيه النهاردة عشان صوت. أستاذ لا يا جماعة في إيه؟ أستاذ محمد فؤاد اتفضل. طبعاً بالنسبة طبعاً إحنا وقت انتخابات وبنقول للشارع المصري في العموم إنك لازم تنزل وتدي صوتك، لازم تشارك، لازم تشارك وتقول رأيك وتختار النائب الصح. لو اخترت نائب صح اخترت برلمان صح، قدرت تغير مصر كلها من فوق لتحت. وهو ان شاء الله ده عشان فاحنا بنطالب توعية المواطنين، كل مسؤول كل مثقف يوعي جمهوره علشان خاطر نخرج ببرلمان يرتقي بمصر ويليق بمصر قدام العالم كله. سيادة اللواء عشان برنامج خلاص. كلمة انا بقولها للسؤال الاولاني بتاع السياحة والكورونا. كورونا دي ابتلاء بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله يشيل عننا هذا البلاء. ليس دخل في الدول العالم او القيادات ان احنا بنعطل سياحه او بنعطل مشروعات نتيجه هذه الكورونا. المهمه قويه جدا نواب مجلس الشعب، نواب مجلس النواب القادمين، لان انت عندك غرفتين. الغرفه الاولى ستعد لك القانون، وما عليك الا ان تبث لهم ما هي المطالب الحقيقيه للدوائر بتاعتك جوه واحتياجات الدوله للقوانين. نتمنى لهم التوفيق باذن الله، وشعب مصر الله. قادر بإذن الله أن يحقق. وعلى فكرة القوائم كانت موجودة في 2015. شكرا. قائمة المصريين الأحرار، قائمة وطنية، وقائمة مستقبل الوطن وشعب مصر وشعب مصر أبناء مصر. أنا بعتقد أن المواطن زي حق الصوت ده واجب. أيوة. واجب. أيوة. وحق. أيوة. زي ما مطلوب من انت مطلوب منك تمارس حقك. أيوة. وتدي واجب اللي عليه. أيوة. وخصوصا ان مفيش حد بيجبرك تاخد اتجاه معين. أيوة. النقطه الثانيه انا كمواطن يطلع ادي صوتي يسكت. ايوه يا فندم.
انما ما اطلعش واقعد انقد الدوله وانقد المرشحين. انا ما شاركتش اصلا، شارك فيها وقول لا. ان شاء الله ان شاء الله، نتمنى ان المشاركه ان شاء الله. انت حضرتك لا ما قلتش كلمه اخيره، وقت البرنامج خلص والله. لا في عوامل، وقت البرنامج خلص يا فندم. عوامل بتساعد الاستشهاد، مفيش لازم ننهي، لازم ننهي البرنامج. يعني انا شايفه والله ان حضراتكم يعني المفروض نقضي يوم كامل نتكلم فيه مع بعض، يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله بجد. كنا مبسوطين جدا جدا جدا. وفي نهاية الحلقة بشكر جدا اللواء أحمد ونيس، الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ونائب رئيس حزب الغد، دكتور سمير عبد الرازق، أمين عام شعبة المبدعين العرب والاتحاد العام للمنتجين العرب جامعة الدول العربية، وأستاذ الدكتور محمد صالح الإمام، مستشار وزارة التعليم سابقا والأمين العام لحزب أبناء مصر محافظة الدقالية، وأستاذ محمد فؤاد، نائب رئيس حزب الوفد لمركز مشتول محافظة الشرقية. شكرا ليكم، وشكرا ان انتم كنتوا معانا، وشكرا للقامات الكبيره النهارده اللي شرفتنا، والى لقاء قادم ان شاء الله.